انا كنت بس فرحانه جدا ان انا اخيرا بابايا كان مبسوط بيا وكان شايف ان انا ممكن اكمل في الموهبه دي. هاي، انا اسمي نادين غازي، بلعب في فرقه ايمز وبلعب في منتخب مصر السيدات، ودي قصتي في جزمتي. الجزمه اللي انا دخلت بيها احسن جون بالنسبه لي كانت ضد فرقه مؤسسه، فرقه في الدوري. انا عامه مش شخصيه بتعرف تلتحم قوي في كورنرز او حاجات بيبقى فيها ضغط قوي في الماتشات، فدي كانت اول مره، وابتديت بقى بعديها اعرف التحم كويس واعرف اخش واستعمل راسي استعمل جسمي واعرف ادخل اجوان. كان اول مره برضو اجيب سايد كيك، ودي حاجه كبيره قوي في كوره، وحسيت ان انا فتحت الشارع بالنسبه لي ان انا ممكن اعمل بقى كذا حاجه، ولاحظت ان انا ممكن استعمل الموهبه بتاعتي بطرق تانية. الجزمه دي انا لعبت بيها امم افريقيا في 2016 مع فرقتي ومع المنتخب، ودي كانت برضو اول بطوله اساسيه بالنسبه لي مع المنتخب الاول. الجزمه دي بالنسبه لي جابت لي للاسف مشاكل كتيره، عشان احنا بعد امم افريقيا رمينا فوطه زي ما بيقولوا، والمنتخب اتقفل ولحد دلوقتي لسه ما ابتديناش نلعب تاني. الجزمه دي اول جزمه انا اجيبها بس تبقى معموله لي انا شخصيا. الجزمه دي من نايكي، وانا مختاره الالوان دي عشان هم مختلفين قوي عن بعض. انا بالنسبه لي في مواقف لازم ناخدها جد ولازم نركز، حتى لو هنحط حاجات كتير قوي على الجنب وتستنى لو احنا عايزين قوي اللي احنا بنجري وراه. دي الحته السوداء ان انا لازم اركز، ودي اول حاجه، والباقي بيوري قد ايه انا vibrant، قد ايه انا بحب challenges، قد ايه ببص لقدام وقد ايه بشوف ان مهما كان في فرص من اي ناحيه. حبيتها من ناحيه ان هي كانت بتفكرني بعيلتي قوي. انا مامتي بتحب قوي الجزمه دي، عشان مامتي برضو عامله زيي بتحب الالوان الفاتحه، ومامتي كانت على طول تيجي تقول لي زي في التلفزيون او وهي قاعده فوق في استاد، هي كانت على طول بتعرف تفرقني من البنات بالجزمه بسبب اللون. فعلى طول حسيت ان انا الفيزيبيليتي بتاعتي ساعات بتبقى في الجزمه على قد ما هي في مهاراتي وكده. انا لو هختار جزمه ارسمها هتبقى عندها لونين ومتقسمه من النص، وهتبقى برضو نايكي عشان شخصيه بقت خلاص very committed لنايكي، مع ان مفيش اي كونتراكت او حاجه، بس حبيت قوي ان انا عرفت اكسبرس ماي سيلف في الجزمه، فحاسه ان الجزمه تبقى اي لونين بس يبقوا completely different تبقى نايكي. ذاتس ات. This was نادين غازي، ودي قصتي في جزمتي. كان عندي